السلام عليكم الزول فلو، مرحبا بكم في القناة. اعتذر على الغياب المطول. اذا جبت لكم مشاريع رمضان. نبداو ان شاء الله باكسسوارات المطبخ. عندي نصف متر من هذا القماش تاع المطبخ، اديت في الطول 80 سنتيمتر. ناخذ فقط 80 سنتيمتر، نديرو مأزر بالبيي. تقدروا ديروا البيي اللي تشريوه ولا البيي اللي تصنعوه نتوما في المنزل. تقدروا تشوفوا الفيديو، نحطها لكم في صندوق الوصف كيفية صناعة البيي. نطويو هذيك نصف متر على اثنان، ونقيس هنا 10 سنتيمتر، ندير نقطة ونهبط ب 30 سنتيمتر. يعني كل واحدة شحال، يعني الستاندار هو 30، تحطو ب 30 سنتيمتر وديرو لاغوندي هنا 10 سنتيمتر. نهبطو ب 30 سنتيمتر وندورو نديرو انحناء. دوك تشوفوا كيفاش. اذا هذا مشاريع رمضان نبداو ان شاء الله في سلسله. اذا قدرت نسجل كل يوم فيديو ولا اموا مرتين في الاسبوع. نديرو هذا الانحناء، هذه اسهل. ديروا هذا الانحناء. هذا القماش راه يدير 20 مليمتر. تقدروا ديروا به طراشن، تقدروا ديروا به سراب تاع المطبخ، كل حاجه تقدروا ديروا بها هذا المشروع بهذا القماش. ان شاء الله حندير لكم طقم تاع طراشن بهذا القماش. اذا نديروا من تحت تاع 80 سنتيمتر، نديروا هكذا انحناء اروندي هكذا من تحت. كما تعرفوا الشكل تاع الطابلي يجي من تحت منحني. نقطعوا واش رسمنا بكل سهوله. هذا باترون سهل جدا واي وحده تقدر تخدمه. برك لي فينيسيون البيي اللي ما تعرفش دير بالبيي تقدر دير عطفه، ولكن المستحسن من المستحسن تفيني بالبيي، تجي الخدمه يعني نقيه بالبيي. البيي اللي تشريوه ولا هذا البيي اللي من القماش، انا درت فقط من نفس القماش. ما تنساوش ديروا الجيب، هذيك القطعه اللي تبقات لي ندير بها جيب. انا درتو صغير بصح نتوما تقدروا ديروا جيب كبير. هنا لازم نديروا انحناء من جهه 80 سنتيمتر، راني طلعت بواحد 10 سنتيمتر ودرت هاد لاروندي. ما تنساونيش برك في باللايك والدعم والبارطاج، لان القناه راهي في تنازل. صحيح انا راني مانيش نحط كل يوم، الله غالب، بصح نقول لكم بلي عندي قناه ثانيه، نحط لكم رابط في صندوق الوصف، تابعوني فيها. اذا قطعت دوك قبل ما نقطع الجيب، راني قلت لكم هنا نفيني ومن جهه الفوق، من الجهه الفوقانيه بهذا القماش بالبيي، بنفس القماش تاع هذا القماش تاع المئزر. ندير الوجه على الظهر تاع هذاك القماش وندير لو بيي الطريقه اللي تعرفوها كامل. هنا كنت نسيت قلت لكم بلي الجيب هنايا، الجيب اللي درتو انا او صغير درتو حوالي 14 على 14 سنتيمتر. تقدروا تكبروا الجيب، كل واحد وشحال يحب يجيه الطول تاع الجيب. هنا نهبط بحوالي 20 سنتيمتر ونركب الجيب. قبل ما نركب الجيب لازم ندير له عطفه في لي كات كوتي، يعني ندير له عطفه على بعد 1 سنتيمتر. كما قلت لكم هذا القياس الصغير 14 على 14، كبروا شويه زيدوا ديروا 18 على 18 ولا 20 على 20، هكذا يجيكم مربع بيان. بعد ما ندير له العطفه، راني ندير له في العطفه في اربع جوانب، نحطه في المكان اللي فيكسيتو للجيب. هذا القماش راهو يخرج بزاف الخيوط، بصح هذا هو اللي يوالم المطبخ. بعد ما نعطف كامل الجيب نحطه في المكان اللي درت فيه فيكسيتو في المئزر. وبعد ذلك نقطع شرائط من نفس القماش، نديرهم على شكل بي شريط طويل. هنا راح نركب الجيب في هذا المكان، نحط نفيكسيه بالدبابيس بلي زيبانغل، ومن بعد نخيط كامل ساير داير كيما راكو تشوفوا. هذا هو. بعد ذلك قلت لكم الطريقه اللي تخدموا بها لو بيي، راني درت ديجا فيديو في القناه.
نحط لكم في صندوق الوصف. اللي ما تعرفش تفيني بالبيي تقدر تفيني بال دير عطفة فقط. اذا نحط الوجه على الخلف تاع القماش ونخيط على بواحد واحد سنتيمتر. يعني بديت الخياطة من فوق، هذا الجهة نخدمها وحدها يعني البيي تاعها وحده. درك تشوفوا علاش. درك هنا نخيط على بعد واحد سنتيمتر، ثم نقلب الباقي يعني البيي فيه ثلاثة سنتيمتر في العرض، دايما فيه ثلاثة سنتيمتر. تقدروا تشيروا البيي بالمتر وديروه، لكن اقل اللي دير مشاريع جو بريفير تخدم بنفس القماش هكذا، ما تزيدش المصاريف على روحها. نطويه هكذا بهذه الطريقة ونفيني كامل، ندخل كامل الخياطة، ندخل كامل الخياطة كما موالفين. فوالا هذه هي الطريقة الأسهل باش تفيني الخياطة تاعك. بعد ما نكملوا الجهة الفوقانية نجيو نفينيو الجهة هذيك اللي فيها لاغوند يعني الانحناءات هذوك، الجهة التحتانية. نبداو من هذيك الجهة نديرو لها الشريط البيي. هنا راني فينيت الفقة، دوكا نبدا نخدم من هذا الجهة. ندير شريط طويل، نقطع شريط طويل من القماش ندير به بيي، ولا اللي ما تعرفش دير هكذا عطفة برك. جو بريفير ديروا لو بيي. هنا نحط هذاك الشريط الوجه على، قلت لكم دائما باش نركبوا نبداو من الجهة الخلفية، نركبوا الوجه على الخلف ونديروا لو بيي. لما نخدموا لو بيي ما نجبدوش، نجبدوا في الانحناء، نبدو نرخيو شويه هنايا في الانحناء هنا باش ما يجيناش بومبي. شوفوا هنا في لاغوندي نطبع شويه لو بيي، نطبعوا بيدي هكذا ما نجبدوش، نطبعوا باش يجي يطاوعني. يعني شوفوا كيفاش ما رانيش نجبد لو بيي، راني او كونترير راني كما يقولوا لو بوس للامام. شوفوا كيفاه هكذا باش ما يعني ما يتكمشليش لما نقلب. فوالا شوفوا كيفاش نكمل كامل هكذا كساير داير، وبعد نزيد نجي نكمل الوجه الامامي هكذا كما راكم تشوفوا. راني نوري لكم بالتفاصيل باش تتبعوا المبتدئات يتبعوا هكذا. لما نوصل للجهه وين فيها الانحناء هنا الكرونتي ندير تقطيعات هكذا باش يدور لي لو بي فاسيلمون. لي زاروندي كامل لازم نديرو هذوك لي كرون، لازم نكرونتي ولا ندير تقطيعات صغار هكذا، ماشي بزاف كبار، صغار بزاف هكذا باش يدور لي فاسيلمون لو بي اللي راني نخدم فيه. جيسبر فهمتوني، راني قربت. فوالا راني قربت لكم شويه لا كاميرا باش يبان مليح. هنا في الزاويه هذيك في لوكوا درت لي كرون باش يدور لي فاسيلمون. نكمل كامل هذا الجهة. اذا كما راكو تشوفو لوكوان الاخر ثاني كراني ندير تقطيعات صغار وندور بالخياطة حتى نكمل الجهة هذه كاملة. هنا شوفوا كيفاش، شوفوا النتيجة، راني ركبت من تحت كامل فينيت بالبيي. دوك نجي لهذ الجهة نقطع شريط طويل شوية، طويل فيه واحد متر ونصف من هذا من القماش، نجي نركبه بهذ الطريقة. شوفوا كيفاش نركبه، نخلي واحد العشرين سنتيمتر ولا خمس ولا خمسة وعشرين هكذا خارج باش نتحزمه به للوراء، ونزيد نخلي هنايا خمسة وعشرين ولا ثلاثين سنتيمتر في الرقبة. شوفوا كيفاش يجي هكذا، يجي زيادة هنا 25 ولا 30 سنتيمتر كديري على الرقبة. اذا شوفوا نركبوا بهذه الطريقة، ندير الوجه على القفة كما يقولوا هنا ونركبوا عادي، نركبوا بهذا الشكل حتى نوصل للرقبة. نبدأ نركب الجهة الاخرى، نحبس هنا ونجي نركب الجهة المقابلة. هنا نحبس وبعد نجي نركب الجهة المقابلة تاع هذا الجهة، وبعد نبدأ نفيني هذا لوبيي. نبدأ نديرو على شكل
هكذا حزام. راكم تشوفوا ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقه. راني نركب الان الجهه الاخرى، هاني نركب الجهه الثانيه. بعد ما نكمل ندير طريقه لوبيي عادي جدا. ان شاء الله تكونوا فهمتوا يعني لا ميثود. دوك تشوفوا كيفاش نكمل. هنا دوك نجي هنا نقلب هذوك الزوج سنتيمتر اللي بقاو لي، نكمل هذا الخياطه كامل حتى لبرا حتى نكمل الحزام. هنا راني في جهه العنق كملت كامل بهذه الطريقه بهذا الشكل جهه العنق هذاك، ومن بعد نجي لجهه الحزام نكملو هكذايا بهذا الشكل. اذا عجبتكم الفيديو وعجبكم المحتوى تاع القناه ما تنساوش تدعموني بلايك وبارطاج وبتعليق شباب فضلا وليس امرا. اذا تحبوا نديروا مشاريع هكذا مماثله خلوا لي في التعليقات. فوالا هكذا نفيني كامل الحزام. بعد ذلك تشوفوا النتيجه النهائيه على في الصوره. بنات خياتي ما تنساونش اللايك والتعليق والبارطاج. الى اللقاء.